محتاجين تكاتف الجميع، سواء جمهور او جمعية عمومية او اعضاء، ولكن رأي حضرتك ايه في بقى تكاتف الجهات الحكومية اللي الزمالك مدان ليها بفلوس كتيرة؟ هل في خطة معينة، في نيجوشيشنز معينة هتتعمل؟ انا معتقد تماما ان الدولة واجب عليها مساعدة نادي الزمالك. ليه؟ نادي الزمالك ده مصدر أساسي للمنتخبات المصرية، التاريخ كله بيقول كده، صح؟ مصدر أساسي لفرحة الشعب المصري. يبقى أنا لما يكون عندي حاجة وتصابت أو يعني تعبت شوية، مش لازم أقف معاه، لأن أنا متأكد وعارف إنها لما هتتعافى ملايين الناس هتبقى سعيدة. وانا ما بقولش اجبار او اديني او اعملي، لا، بس نظم معايا، انت عارف الفلوس اللي عليا وانا معترف بيها، ما بقولش لا، لكن ما تجيش دلوقتي يا اما مفيش او حوقفك او لا، تعال نظم معايا الموضوع وانا من ناحيتي التزم بهذا الاتفاق، لكن كل حاجة قبل الحل، وانا متأكد ان الدولة المصرية هتقف جنب نادي الزمالك.